سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول أحبتي في الله سيدي وأشهد يا أخونا الشيخ محي الدين موضوع نعاوى وحكوسة بسنية التمسك بكتاب الله إلهي كتاب كيسا اللقود اللقود أقمه وأسجى لك عاضي شو ووحا أتكس عنا يسيد كل دقاق يسيد تلابة دقاق يسيد بأي نقطة تلابة شرعي وافق سن. إذن وحا رمنا وحا لإنو أبو ريو لن إن التمسك بكتاب الله تهي إن إنه وحي الكتاب أنه إلهي سبحانه وتعالى ربني آدم أرواح ذو ذي مركو أبو ري أيو الله لها الله سبحانه وتعالى عالم ذرب كلها ضلي إلهي وحير ألست بربكم قالوا بلى ورموينا ربكين أهين بير ربكين موانا أهين أيو إلهي يري سبحانه وتعالى أيقنا وحي كجا غابين إن هذا ربك يتهي إسكادا يواتهي معناها هو سؤال بما سوغلي كدو ربك يواتهي أي يرادين ربك يواتهي إذن وحا لين كد البي لين كدون يو إلهي سبحانه وتعالى رب لماذا سأين أقرني أو ضمن السنة وقده هذا يكجران وح الله لي وحي الله وإن أمره سبحانه وتعالى إن إنه لن نمانه وح الله لي وحي الله سبحانه وتعالى وإن كر بين إنه كارنه إلهي سبحانه وتعالى آيات كلا أيو وحوليها أسوى أبورك يقى يوحي لين وخلق يولن كهالله يأينا يتمسك بكتاب الله تعالى أيو وحوليها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنسي يجن بوما أبورين إلا إن يعبدان مويانا وحك لبا إلهي إن وما خلقين إن إن عبدنا يا لين وخلقي أدونك وعمل كلا أولين وأبوري أو إيجادك يقى كساب سني مجرى إلا إن إنه إله عابدنا مويانا سبحانه وتعالى إذن إلهي عبادة دي سؤال عابدا وتمسك بكتاب الله وإلهي كتاب كي سؤال لقودك إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا أيا لقب سنة يا يولغو عبادة سنة يا. الله سبحانه وتعالى مركا وحو إنوسا خيري وح الله لئي وحي عبادة داس إنوسا عذ لها وح الله لي وحي عبادة داس أحنا والإنو فدو ديي أو إلهي سبحانه وتعالى إنا ما أمر وحد بات كجده وحد بات كجده إلهي إنا ما أمر سبحانه وتعالى محال لينا وفدو ديي حواستي أردن با لينا سيي لقيه إيا مقلكي إيا آرقي إيا حبنه كل والينا وفدو ديي وحال لينا وكفدو ديينا إلهي كتاب كيسا سبحانه وتعالى كو قبسنه إنه برشدي سو قسعنه إنه كتلقن كيسا كدقيسنه إنه وحاويا وحاينا لا إيمانا إنه حبنها سكولا إيمانا إنه أي نقضان إلهي سبحانه وتعالى سئن أرد قلين لهم إذن مركا وحا الله ورنكرا وحا إنو كونك أجوغ نور لنبا وحا يتهي إنو إلهي كتابك سقب سنة سبحانه وتعالى دانتا لين كلايهي وإنتا إلهي سبحانه وتعالى هدو أسوغن إنو بلن قادين مركا جنة ويرهدو أدو مضي ذيباتهين وانين أبو ري سيداد أركتين بانيني أبو ري إعابدا لا إما هذا كتابك جينا كدكتان إلهي سبحانه وتعالى حق من أغلها وانا مثال إنه وذكرنا إنه بناء هذا كما مخلوق وهدو أيانك كل كليه أو وحكو تره هبل أبال بيقول إيها أبال كيسي إنه إنان أقوده أيان دون يا يرادن أما أبال كيسي بوشك شاكا وهو يراد هبل أبال بيقوله إذن إلهي أبال فرب ذنب ينوغل سبحانه وتعالى أبال كيس إلهي وحا كم إذا كتابك ينوغل ويرقب صدق كودك ما يكودك
wax inaga dhibaatayna ku ah kuma jiraan. Waxa allaaliya waxa la inoo diray ee kitaabka ku jira waa waxa maslaxadeennu aynu ku ji dhowayaan danteennaa ku sugan adduun iyo aakhiraba. Markaynu la nimaano baynu waxaynu helaynaa sacaadadii adduunka iyo middii aakhiraba, labadii baynu helaynaa. Xubnihii baa laynoo sakhiray oo layna siiyey. Haddii Ilaahay subxaanahu watacaala uu ku yidhaahdo soo laba indhood kuuma yeelin, icaabud aragga cid kaleoo kuu sahli ka dhaa oo ku siin ka dhaa ma jidho. Idan nimcooyinka Ilaahay inoo galay dhammaantood ayaa waxa weeyaan mid walba goonideeda markii loo fiiriyo waxay keenaysaa inaynu intaynu nool lahay Ilaahay caabaadaysanno annagu uga shukrinayna nimcada inoo galay, iyadoo hadda aan janno iyo naar iyo midnaba aanan ma aragtaa qalbigaygu samilcsanaynin. Laakiin bini aadanku wuxuu iska jecel yahay in wax loo yaboho, wuxuu jecel yahay in camalka uu qabto wax laga siiyo ajar ah. Ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ajar buu inoo ballan qaaday. Haddaynu atamasuk bikitaabi illaahi tacaala layna ka helo sunnadii nebiga aynu ku dhegno, Ilaahay wuxuu inoo ballan qaaday subxaanahu wa tacaala adduunyada inaynu xayaato dayiba ay wanaagsan ku noolaano, aakhirana inaynu jannadiisa iyo ridihiisa aynu helaaya Ilaahay inoo ballan qaaday subxaanahu wa tacaala. Aayaad fara badan baa Ilaahay wuxuuna ku amrayaa inaynu Ilaahay kitaabkiisa qabsanno. Ilaahay wuxuu leeyahay suuratu aali cimraan, wactasimuu bixablillaahi jamiican, waxaad qabsabtaan Ilaahay xariggiisa qabsada, kitaabka Ilaahay qabsada dhammaantiin, idinkoon u kala harinin. Maxay tahay marka sida loo qabsanayaa? Waxa weeyaan wixii Ilaahay subxaanahu wa tacaala u raalli ka yahay ee kitaabkiisa ku qoran inaynu la nimaano, wax allaaliya wixii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan raalli ka ahayn ee kitaabkiisa aan ku oolin, ee Ilaahay cara gelinaya subxaanahu wa tacaalana inaynu ka leexanno. Taa ayaa waxay noqonaysaa inaynu Ilaahay xabligiisa iyo xariggiisa qabsanno subxaanahu wa tacaala. Ilaahay wuxuuna ku amrayaa walaa tafaraquu buulay, ha kala taginina, firqooyin iyo ha u qaybsaminina baa Ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. Tafaruqaas iyo diinka Ilaahay in lagu kala tago Ilaahay wayna ka nahyinayaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkuna amray inaynu ku dhaqanno, kaas ayaa loo baahan yahay inaynu ku dhaqanno, aanan wax kale aynaan la imaanin. Wuxuu Ilaahay aayad kale ku leeyahay wamaa ataakum ar-rasuulu fakhuduuh, rasuulku wuxuu inii la yimaado qaata, wamaa nahaakum canhu fantahu, wax allaaliya wuxuu inii ka reeba rasuulkuna isaga hara. Idan rasuulku muxuu ina amrayaa salawaatu rabbi waaskaa tasliimaati calayh, wuxuu ina amrayaa waxa liibaanteenna adduunya ku jidho liibaanteenna aakhirana ku jidho. Muxuu ina ka reebayaa? Wuxuu ina ka reebayaa waxa khasaaraha adduunyada ku jidho khasaaraha aakhirana uu ku jiro. Taa ayaa rasuulku ina amrayaa salawaatu rabbi waaskaa tasliimaati calayh. Waa isagii rasuulku isku mathalay oo isku tusaaleeyay inuu annaguna aanu ka dhigannahay bahalka markii dabka la shido dabka ku daata, isaguna uu halkaas guntiga naga hayo oo uu ina ka celinayo jahannamu. Nabigu ina ka hortooga ayaduu ku dhawaaqayaa wuxuu leeyahay war halkaa ka leexda, halkaasaa jidkii janno maraya, halkaa mara. Sida ayaa rasuulka ina amraya salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. Ilaahay aayad kale subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llah, kuwa iimaanka laga helayo Ilaahay adeeca subxaanahu wa tacaala. Wuxuu leeyahay ibnu kathiir daacada Ilaahay oo la adeecaa ee la sheegayaa waa kitaabkiisa oo lagu dhego, kitaabkaasoo la qaato. Rasuulku salawaatu rabbi waaskaa tasliimaati calayhi kitaabkaas iyo tafsiirkiisa iyo axaadiista ayuu inoo ka tegay, labadaasoo lagu dhego la qabsado ayaa waxay tahay Ilaahay oo la adeeca rasuulkiisa oo la adeeca salawaatu rabbi waaskaa tasliimaati calayh. Sayid Cali waa isagii lahaa cabsida markuu ka hadlayay alkhawfu min aljaliil walcamalu bitanziil, qur-aanka
لسو دجيي إيا تفسير كي سيدة سنة دي رسول كا صلوات ربي واسكا تسليماتي علي إن لغو عمل فلو إيه لغو دغمو تاس أيا وحي تا حرق إلهي ولا قبصده أضي عد إلهي تمسك بكتاب الله مداسا وحونا قفك كهل يا وحاد أفوين وحاد أفوين الدنيا آخرة نمعاه أيو كهل يا إلهي سبحانه وتعالى وحولا يضيع الله ورسوله إلهي يا رسولك سبع ضيعة ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون إلهي وحولا يهي هكذا تجننا إلهي يا رسولك سي يا ذكرك يا كتابك إيه وحيلا إنا أمري هكذا تجننا إذن كو ولي ومغلية آياتك إذن كو دقيسين يا مغلية أحاديثك إذن كو مغلية علماء دينا دحفر دي آي هكذا تجننا إلهي كتابك سبحانه وتعالى سنة رسولك هكذا تجننا مركا وأوامرت كتابك إنا أمري يا أوامرت أحاديثك إنا أمري إن نكوى لن معنه أي إلهي نكوى أمري سبحانه وتعالى الاعتصام بالكتاب والسنة وسيدة سويان وحي رسولك كو أمري إن الله تماده وحي رسولك كاربي إن أتكهده تاس أي وحي تا إلهي كتاب كسيو لغده إنك مركة تسالة ير مركة ميلبضا لين كفيريو ما لين كهلي إلهي كتاب كسيو كل قديس سبحانه وتعالى ما لين كهلي رسول كادي عديس أما إن بدنا وكم إذا وين ودين عمر سنة مركة حقيقة الله تابته موضوع حالي لماذا الشيخ يسوجي ذي أنا من ذا سيدة رسول كولا رغم يا صلوات ربي واسكا تسليماتي عليه خلقك من ذا قبيالة لماذا مركة إنه ميزان صارنا لغن كرسول كوينو كفقنا قبيالة دينا قعنتين نكوهي سنة حقيقة مركة لغا هذا حقيقة مركة لغا هذا سيدة سنة كسر سنة تمسك إلي نكربي يا كتاب كأنه قبسنه وينو بدل لي مهما هي هذي النقطة هذي وحكلو إن دكسن لي النقطة كواسة إنه إن شاء باوحي إنه يهين أجاقاس إنه قبسنه أجاقاس بإنه قبسنه مركي قبيل كاقا إيا حالادو أي كردو وحاويا واسيدي مهما هذي حالة الشيء يا فقه التولكي كما جلنا تقو وإن أدبوتك يا قرق يا هوش هذا سوق هذا تا وحالك كشغ بلوضا إذن التمسك بكتاب الله مركا وكلحت إلى رسولك لها دعوها فإنها منتن ورسكتك وحوريس حبك يطلقنك يا لبسك مركا لفيريو غابك أبقونها صلوات ربي واسكا تسليماتي عليه وإن أمري وإن نكتقني تربية دي يا أخلاق دي إن شاء الله تعالى موضوع أهمين دب دتورك وإن كأها قبتير دوني كجداي مركا لقيمة يا وإن نكتقني تربية دي يا أخلاق دي وحي نقاضني وحي شريعة الإسلام كين أمر ريسي وهدين أعمر سيهن تماهي إنه بر حيرانا إنه بر آدو قاب درانا حويا ميلها سلقا استعماله بإنه قشانا إنه وح الله لي وحي شريعة إنه كان هيسي بإنه الله إمانا إنه وحي إنه كوكا لبرتم إنه وحيالها فسق إيا حمانتا أي إنه كوكا لبرتم إنه إذا شخص كستو إن كم إذا مركو كفادس ساره في ريحبك وقول رقم كتابك إلهي إلهي إن بدن وإن كو أمر يضيع الله ورسوله لإن إلهي مركو في ريحبك هبدقن كيسا يسيد إلهي ونكرب يسيد كتابك إلهي إن أمر يو وحقيقو بيسا إن إنو قرب مرني وحي لإن أمر إن إنو قرب مرني أي حقيقو بيسا ما حكم إذا التمسك بكتاب الله تعالى وحكم إذا وحكستو كلا كلا قادنا إن أنا جذا كسر إنه هدي اللي بدعه إن إنه أيده وعر إنه حبال لك لدي لي مقبل لك لقادنا يا وين أيده وكتاب كله إنه وافجيو جري حاجة كلا لجلا يا وين كتاب كله إنه وافجيو معمول حوالا دي سيا وين إله كتاب كيس الله وافجيو هدي إنه أيده عس وافقنا إنه كل دقنا وحويان باديو بمينه أدون كالباتين وكل عميسه خير واي مين إلهي وحولا يا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
وحول أيها إلهي تتك مؤمنين تهو إلهي أضيع رسولك ساضيع كوا ماذا حدا إني أنا أضيع أو كوا أضيع وح ونكسن ماذا حدا وح لقوا أضيع يا وح خير ونكسن وح معصية أنا لقوا أضيع لا ضاعة لمخلوق في معصية الخالق مخلوق لقوا أضيع مي إلهي خلاف كيسة عصيان كيسة مركو إلهين لعصيانه وكتلية وأنا قرب كمدد أتكلحت أنت أخيرك يا إلهي سبحانه وتعالى وحكو أمري ووافق سنيايله وأنا أتقرب تاقنات إلهي مركب محوليه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم مؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلهي وحوليه فإن تنازعتم في شيء حدات شيكم مرنتان دتك بني آدمك والله إسقبانيا حبا إيمانيا خلاف با إيمانيا شيء مرك حدات إسكو خلافتان أو مران أوكي ماذا أو إسكو قبسي أوكبعه فردوه إلى الله إلهي وعلي رسولك وعلي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر حدات تهين كو إلهي رميي سبحانه وتعالى ما أنت ذنبنا رميي إلهي هذا رمي سنته سبحانه وتعالى الله خالقها يكون كان كأمري كون كان كأني كأمري إن السجع عبد سبحانه وتعالى هذاك الله رمي سنته هذا مالين قيامين كادم بيسأد أكته وحي خلافة يوحي هؤلاء ماذا إلهي رسول كيسا إن لو علي إلهي رسول كيسا وحلو علينا يا كتابك إلهي بل لو علينا يا سنة رسولك الله علينا يا صلوات ربي وأزكى تسليماتي عليه إلهي وحوليه ذلك خير أرنكاس إن إلهي يا رسولك سلو عليه وحل يسكو خلافه كاس خير كجرة خيرك هالكاسو يا الله وناقو هالكاسو يا الله شرفته هالكاسي كجرة بدبادة إيا مامولك إيا هقاقيسو هالكاسي كجرة إمام مالك ayaa wuxuu yiri ummadani waxay ku wanaagsanaanaysa wixii awalkeedu ku wanaagsanaaday oo ahaa kitaabka Ilaahay in la qabsado kitaabka Ilaahay in lagu dhaqmo wanaag markaynu rabno waa inaynu salafu saalihi iyo ummadihii ina ka horeeyay ee wanaagsanaa rasuulullaahi muhammad sallallahu rabbi wa askaa taslimaati alayhi sahabadiisi oo rasuulku hoggaaminayay iyo salafkii ka dambeeyay tabiiciintii iyo tabiiciintii ahaa waxa ay ku wanaagsanaadeen oo ah ilaahay kitaabkiisa inay qaataan subhanahu wa ta'ala inaynu taalan nimaano oo aanu ilaahay kitaabkiisa qaadano subhanahu wa ta'ala markaas ayaynu waxaynu helaynaa badbaado helaynaa markaas baynu wanaagsanaanaynaa markaasaynu barwaaqo helaynaa markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala nicamtiisa iyo raxmadiisa ina ku noolaynaa آخرنا إنه وناكون نولانينا مركز إنه آخرنا وناكون نولانينا إلهي سبحانه وتعالى إن بذنبه وحينا أمره مركز إنه لن يمانه قبص شدا اس كتاب كإلهي قبصنا إنه رسولكنا صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه إن بذنبه إنه كهالي كتابك إيا السنة رسولك إنه كلكنا صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه annagu adoomo inuu nahay koon kaana layna keenay wax alaaliye waxayna u baahanayn oo kitaabkaas qaabkeenu u qabsanayna iyo sidayn ugu dhaqmayna iyo waxaynu adeegsan lahayna ilaahay waa inoo saxiray subhanahu wa ta'ala ujrana waa layno ballan qaaday ajir idan soo yana shaqada qabanna ma hadii aad maantay dad shaqaalaysiisato dadkaas agabkii iyo waxa ku shaqeyn lahayn oo dhan aad u soo dhameystirdo aad tiraahday in shaqeeya shaqada markaa dhamaysaanna waxaas aad leedihiin maxaa laga sugayaa waana shaqeeyaan waana shaqeeyaan haddaba day waadada aad u kareysatay dad aad u samaysatay ma ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa ku samaystay wixii aaladii aad u baahanayd ee kitaabka ilaahay aad ku dhaqmi lahayd eed ku cibaadaysan lahayd dhammaanna waa lagu soo dhigay dhammaan haddaadan haysanina hadda mukallaf ba matid xawaastii haddii dhegihiiya araggiima maqan yihiin oo qofku uu qam yahay waxba lagu male daan aragna jirin
dhagana jirna oo sida qofku ku dhasho waxba laga doonimay wax laga doonaya ma jiraan idan markii lagu dhameystiray waxa Allah ilaahay wixii aad cibaadada ugu baahnayd atamasuk bi kitaab illahi waxaad ugu baahnayd markii lagu dhameystiray ba ilaahay wuxuu ina amray subhanahu wa ta'ala inaynu la nimaano wuxuu ina amray atamasukii ahaa cibaadadii ahaa khayraadka rasuulka ku dayashay salaatu rabbi wa salaamatu alayhi taas ayaa markaa la ina amray rasuulku salaatu rabbi wa salaamatu alayhi ahadiis badan buu wuxuu ina ku amraya ahadiis fara badan ba rasuulku wuxuu ina ku amraya inaynu diinka iyo kitaabka ilaahay iyo rasuulada rasuulka ku dhaqanno salaatu rabbi wa salaamatu alayhi aba hurayra hadiisu warinayo oo imaamu muslim uu soo saarayo wuxuu leeyahay rasuulku salaatu rabbi wa salaamatu alayhi inna allaha yarda lakum thalath ويسخط لكم ثلاث إلهي صدح بو رالي إني كغيهي صدح بو إلهي رالي إني كغيهي سبحانه وتعالى إنا سميسان صدحنا إلهي رالي كما هو إني كغعرونيا إذن محالة إني كدونا يا مركة صدح ذا إلهي رالي كيهي إني نكود ذا له صدح ذا وكعرونيا إني إلهي سبحانه وتعالى صدح ذا كعرونيا إسكدين وإنا لا إيمان صدح ذا إلهي ورالي إني كيهي ومحي يرضى لكم أن تعبدوه إلهي إنا عابدان بو رالي إنك جايهاي ولا تشركوا به شيئا وحبنا إنا أبو شرك يلين إلهي عبادي سينا عنا لان للا وذاجين أساقا كلق إلا عابده أساقا إلهي أساقا إلهي عبادة متجتي كلق إنا عابد سبحانه وتعالى عدنا آذن عبادة للا وذاجين تاسوا مدى كواد مدى لباد islamidii koowaad baan ku jiraa wa an tactasimu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu waa middii labaad ilaahay xariggiisa inaad qabsataan oo inaan kala tegin xarigga ilaahay kitaabka ilaahay in lagu dhago subxaanahu wa tacaala sunnada rasuulka in la qabsado sidaas adduunka intaad joogtid inaad ku dhegantahay ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala aadan xaggii xagga uga leexan wax kale aadan ku bedelanin sidaasaa ilaahay raalli inuu ka yahay qofka bini aadamkay wuxuu ka dhigan yahay adduunkan markuu joogo qof la keenay meel qodax miirana meel qodax miirana qof la keenay ayuu ka dhigan yahay qofka marka la keenay meesha qodaxda miirana muxuu samaynayaa adoon kaba wadanin meel qodax miirana haddii lagu keeno maxaad samaynaysaa waxaad samaynaysaa waa inaad is ilaalisa soo ma qofka meel qodax miirana maraya waa inuu is ilaaliyo oo meeshuu cagta dhigaya ka fiirsado oo uusan sida hotel hamagi isaga soconin sheikh baa la weydiiyey waa maxay baa xalliya inaan is ilaaliyo adduunka intaan ku noolaa inaan is ilaaliyo oo aan taqwa la imaado oon ilaahay adeeco oo tamasuk bikitaabillaahi aan la imaadaa maxay tahay wuxuu yidhi wuxuu ka dhigan yahay shaksigu qof la keenay meel qodxa leh oo la yidhi ku soco qofka noocaasi marka dee waa inuu wiqaayo la yimaado waa inuu is ilaaliyo ka waran buu haddii meel noocaasi lagugu sii daayo idan atawaqaa bii marka waa is ilaalin lahaa fadalika taqwa bii marka alla ka cabsigu iyo kitaabka ilaahay oo la qabsado waddada ilaahayna amray oo la maro waa is ilaalintaa qodxihii maxaa ka dhigan dunuubta iyo balaayada iyo waxa koonka ka dhacaya ayaa qodxihii ka dhigan taas ayaa qodxihii ka dhigan marka waa inaad iyagii iska ilaalisa oo aad ka leexleexataa oo aadan marnaba aadan ku istaagin oo cagtaada aad taqaanaa meeshaa dhigaysid waxay tahay kalaamka kaasoo fulaya wuxuu yahay gacantaada waxaa ku qabanaysaa waxay yihiin waa inaad taqaanaa وأن تناصحوا من ولاه الله به أمركم رسولك صلوات ربي وأسكات سلمات عليه مدى سد حد وحوي إن أد أن حيسان عدة إلهي إني دي بي ترى إنك كل دي بي أمرك إن عدة لو دي بي قف كست مدحه إن أد أن حيسان مساجد كان دد بأجوا مدح كعصومة وحي أد كدر مسين أو جنس حيسان وحي وناجات كلا ترسيد بأيش حوا اللي عد كجدر أد وناجسيد مقال هذا qofkii jooga sidaasoo kale
gobolka qofkii jooga sidaas oo kale madaxda ka ah dowladda oo dhan qofkii haystaa sidaas oo kale in dadka marka loo naseexeeyo oo si wanaagsan loogu naseexeeyo sidaas baa rasuulku salawaatu rabbi wa iska tilmaatay calayhi inoo tilmaamay saddexda ilaahay raalliga inoo ka yahay ilaahay oo la caabudo subxaana wa tacaala xariga ilaahay oo la qabsado cidda madaxda inoo ah oo aanu waxa weeyaan u naseexayno un talada wadaagsan siino wuxuu rasuulku tilmaamayaa salawaatu rabbi wa iska tilmaatay calayhi wayaskadu lakum thalaath bi ilaahay saddex buusan marka raalli ka ahayn oo ka caroonayaayo noo nacay oo noo necab yahayn aan la nimaano saddexdaas waa maxay qiila wa qaala hawsheena ku badan waxaa la yidhi iyo wuxuu sheegay iyo waxay tiri iyo waxaa la wari waxaa in la daldalo idaacaddaa sheegtay iyo b b cdaa sheegtay iyo heblaayaa ii keentay waa lagu sii kala badan yahay weliba waa lagu sii kala badan yahay dumarku ayaa waxaa la yidhi waa ku sii badan yihiin heblaayaa waxaan sheegtay hebel baa waxaan sheegay odaga iyo xaaskiisi iyo loo kala warsheekooda waxaan jirin la sheegay maanta oo dhan in maaragtay warkaa la daldalo haddii dee war la daldalana beenta iyo buhtaanka iyo baladu waa ku badanta waxbaa la isdaba marinayaa aan jirin waxbaa la ysku darayaa marka qiila wa qaaladaas ilaahay waa inii nacab yahay subxaanahu wa tacaala waa iyadii xadiiskii rasuulku ahaa falyaqul khayran aw layasmut qofku inuu khayr ku hadlay inuu iska aamusaxo kama dhexayaan waxaa jeyna ku adagso maaragtaan inaynu khayr ku hadalay inaynu aamusno haddee markii la qiimeeyo waqtigeenna inta aynu khayrka ku hadalno iyo inta aynu sharka ku hadalno waxaa badan intaynu sharka ku hadalno aamuska iyo khayr ku hadalku waynu ku yaryahay waxaana ku badan inaynu sharka ku hadalno iska daldalno laba malag baa garabkaaga saaran waxaan lagu xisaabinayaa diiwaan baa halkaa kuu yaalla markii malaa'igta laga soo tagay jirkaaga kugu markhaati kacay carada meeshaa taagantaa kugu markhaati kacaysa kulli waa marag aakhira waxa khayr aada la timidna waa sheegayaan waxa shar la timidna waa sheegayaan taas ilaahay waa noo naca kahratu su'aalkana ilaahay waa inoo naca subxaanahu wa tacaala su'aasha faraha badan inaad su'aal aadan baahi u qabin dadka iska weydiiso su'aal aadan baahi u qabin rasuulku salawaatu rabbi wa iska taslimaatay calayh wuxuu sheegay ummadihii hore in lagu halaagay kahratu masaa'ilihi su'aashooda farabadnidooda war unbaa maaragtay su'aal baa laiska weydiinaya reer bani israa'iil waa ogeydeen iyagoo la yidhi dibi gowraco hadday mid iska soo qabtaan oo iska gowracaan ay ugu dhammayd oo caadi iska noqon lahayd bay boqol su'aalood ka keeneen boqol su'aalood markaasaa waxaa la keenay in lagu adkeeyaba dibi helitaankiisuba adag yahay oo waddankaba hal xabba uu ka joogo halkaa xabbana wiil hooyadii baarora uu haysto ayaa lagu ibtilaeyay inay gadaan oo qiimo qaaliya ka bixiyaan waxaana keenay su'aashii faraha badnayd ee ay la imaanayeen ayaa arrinkaa keentay rasuulku salawaatu rabbi wa iska taslimaatihi calayhi wuxuu kaloo inoo sheegay waxaa laynoo nacaa inay tahay daacatulmaal maalka in la dayaco meel aysan mutaysnayn in lagu bixiyo dayacaad maal inaad la timaadi saddexdaasba ilaahay waa inoo nacaa subxaanahu wa tacaala idan maqsuudkaynu uga soconnay waxa weeyaan kitaabka ilaahay oo la qabsado saddexda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalliga ka yahay bay ka mid tah waynu ka hadli doonaa insha allahu tacaala waxaa laga helaya ilaahay kitaabkiisa oo la qabsado subxaanahu wa tacaala rasuulku salawaatu rabbi wa iska taslimaatihi calayh xadiidkii jaabir uu warinaya radiallahu canhu wuxuu ku tilmaamay waxa uu ina kaga tegay waxa ay yihiin rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wa iska taslimaatihi calayhi innii taarikun fiikum maa in tamasaktum bih lan tadilluu bacdii abada kitaab allaahi wa sunnati wuxuu rasuulku tilmaamayaa salawaatu rabbi wa iska taslimaatihi calayhi anigu waxaan idin kaga tegay buy shay haddaa qabsataan inaan gadaal kay baadiyoobaynin oo muxuu yahay shaygaas waa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka salawaatu rabbi wa iska taslimaatihi calayhi fahamkii culummada inaad u fahanto ku qaadato kaga dambayso ahlullaahi inaad ku raacdo ilaan diinteennaani 1439 bay hadda maraysaa hijriyada soo maaha intaa rag baa soo waday
صحابتي ورسولك كذا حشى صلوات ربي واسكت سلمات عليه سلف كي باكو سوحي تابعين تباكو حقي تابعو تابعين تباكو حقي إلى يومنا هذا أساسا لوكا دحلي سنة كاس متصل كا ذاتك الدين كوسو وذي وسو خدمين جي إن السيد أسكر راعه هل كا وضع أقعدت إن كا كلكت لبعض رسولك إن كتك صلوات ربي واسكت سلمات عليه هذين نقب سنه رومي ماين لمن ماين وضع سين كوسو نانينا رسولك صلوات ربي واسكت سلمات عليه وحو كلو شيغيا تركتكم على المحجه البيضاء ولي رسولك صلوات ربي واسكت تسليمات عليه وحان اني كغا تغي حجدي عديد هل هل بل حجدي عديد ايان اني كغا تغي ليلها كنهارها همين كدو وحو كدغن يحي ما انت ذكر معناها لو بعد يومي وحبادي كحصيل ميس وبعد يوم ميس مركا حجداس حدين لن ما انه ما انه بعد يومين وضد رسول كلو كغت كل حن ماينه وحلو باهن يحي مركا ان انه لن ما انه وددس انه قادنه او انه كدقنه ايدا انه كدقنه ايا لو باهن بارك الله فيكم وحين هاي سنة ودو يكتاب إلهي سبحانه وتعالى وإن أسود جيي وإن أمري وحين نجا إن أنفعي إن كربي وح الدنيا آخر لجوي ذا إن قوى وح الله ليوح إلهي إن كربي ووح لجوي ذا إن قوى وح كراح الرسول كنت المام يا صلوات ربي وأزكى تسليماتي عليه عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قضوا عليها بالنواجذ برسول كله يا صلوات ربي واسكات سلمات عليه وحان انو كو اوغahay اون اني كغا تغي سنديدا ايو سنده خلافديدا ابو بكر عمر علي عثمان خلافداس سنده اي جديين بان اني كغا تغي جوز دمبيتك كو قبسدو له يا رسول كله صلوات ربي واسكات سلمات عليه انت وحي لين امريي حين كدور بني وحين كدور بني وحي رسولك صلوات ربي واسكى تسليماته عليه او شيغي اها لا تتبعن سنن من كان قبلك وكما قال عليه الصلاه والسلام راعدين او راعدين كوين كهوريه ودوينكودي امحي اهين وا يهودي نصارى هذا سمينا ارق الرسول انو دغاننا مخاي كوسليسين قابك يهودي نصارى دو دغتي كوسليسين قابك اسلامي ها وينو كبخني لبس كان محو كسلسان يحي قابك وحو كسلسان يهودي النصارى إن بدنا كميد عندنا حتى سوق شيء وحيالها وإنه كغتك استعماركي أي كميدين وح بدن إسبدا لغو سمية وح بدن أرلاق أنك صوبنا الشريعة كو قتمية إن إسبدا لغو سمية حتى ندواسيس عطا هذي ترنين كنغطي هذي لبس كنغطي لنوالبا وآي ساميس لنوالبا وآي ساميس marka taas aan la ino ka digaya wadadaas hadda in badan oo kamida inu ku soconno ayaa la ino ka digaya waxa la yahay war khulafada raaca war halkaas wadada qaada wadadaas qaada rasuulku salaatu rabbi wa askat salaamati alayhi wadadi sadadka qaada marka muxuu u tilmaamay hadaad kitaabka ilaahay ku dhaqantid oo sunnada rasuulka ku dhaqantid maxaad helaysaa maxaa ku soo baxaya maxaad miro od goosanaysaa rasuulku wuxuu leeyahay salaatu rabbi wa askat salaamati alayhi كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى أمتي إذا رمان جنة أي جلسة إلا قفدي ذي مويان صحابة ذي وايابين ومن يأبى يا رسول الله بإيراد وإلهي رسول كسيو جنة ذي يدي ذي جنة ذي يدي ذي هد هل ده هدي لين ويدي وجنة مرة تان لين جريادة وين رمنا لكن مر كينو عمل فلان وحلا إيمانه إنه وحي جنة lugu deeyray wa ka soo leexanayna xagee u leexanayna wixii cadaabta lugu deeyray baynu u leexanayna wuxuu leeyahay rasuulku salaatu rabbi wa askata taslimati alayh huffatil jannatu bil makari wa huffatil naru bi shahawati aw kama qala alayhi salatu wasalam jannada waxaa lagu koobay oo arda looga dhigay waxa ku wareegsan
إلا ربعينات حرضا وإلا ربعينات كتلة بستودو كبو تودو مدودو تشيدد وحيالها النفط نعبتها وحا النفط ربعين ولنبا جنة كديرن صلاة دي يسونك يزكا دي إلهي إلا دعاي منكر كو لنهي وحا الله لي وحي أي نفط كهانيسي أي جنة كديرن عذابتنا محا كديرن وحا الله لي وحي النفط ربتي خير در ولن أو شهوادها أو نفط أي جعلين وحا كديرن تهي عذابتك كديرنت مركا وحينو وحي يركا هايو شهواتك هايو أنو أنو أقبنا إني معايهن انت أدونك اللي جوغو بل سي حقيقة هاندتك إلهي سبحانه وتعالى ودوقة يردنك الرسمي أو سيئي أخرار بينو الله إيمانينا وحي دتك أهل الله أولادام يي عبادة إلهي أهنا وينو خراريهم وينو خراريهم رسولك صلوات ربي واسكت سلمات عليه مركه وحو يري امدا اذا جنات غليسا الا قف ديده مويان يا ديده يا لي وحو رسولك من اضاع ان دخل الجنه هل كافرته الاعتصام بالكتاب والسنه اما التمسك بالكتاب والسنه ويان قفك يا ضيعه الكتاب كاله كدغا سنده اذا كدغا جنات غليا هل كاس كدريريا قفك خلافنا ومن عصاني فقد ابى قف الله لي قفك يا عاصيه oo wadada udgoonuhu u maray salaatu rabbi wa askaat salaati alayhi kalleexda waaw waxa la yiraado waaw diiday jannadi jannadi ilaahay u jideeyay subhanahu wa ta'ala wa u diiday waaw kalleexda ilaan markii lagu yiraado jannada waxa lagu deeray makaariida oo aad makaariidi kalleexato sadex jannadi ma rabo weeyaan jannadi ma rabay ka dhiganta إلهي سبحانه وتعالى وحوليه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى قفك هنونك يقرع كتابك كلك السنة رسولك كلك ما مبادي يوبي من نقلور در حسنه قف إنكار كل عضي وهوغي ما أونقنه بعدنا ودبادي يدنا مرء أمي وحوايتك لإلهي كليه ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم قفكي قبصده الهي او كتابكيسا كو دغا ودده توسن با الهي كو هنوني ودداس هدا كو دغتي مركا ما هليسا جنادي دي انهارتو اي قلقوليساي اي وناغا فرحا بدن لوو شيغاي اي ددكا اهل الله غا الهي او كو مرتي قاديا سبحانه وتعالى اي قفكي لجليه عذاب تنتلا سومره هل مرجنة سال لجليه على يرادا ورجع عذاب يدبع تما سواركت ورجع ما أرق أو ورانا يو أو أيضا هل كامر ولا دمبيه كليه وكوي لا ويو جنة جنة داس أيا ليسو مرت لوجو أبال مرينا يا لوجو مرت قاضي يا رسول كإله سلوات ربي واسك تسليمات عليه لدرس كيسة هي دار تاس جنة إن أدخل جوكتا لوجو مرت قاضي يا إلهي وحوليا سبحانه وتعالى سوى كهل يددك أدونك كلي مد تقوضا إيو كتابك إلهي السنة إلهي كل جتان كذا أيوه إليه إلهي سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين تقوا ونذر الظالمين فيها جثية جدك السراد يا جهنم أدون بالغة سهل لي إلهي وحو يرمرك سبحانه وتعالى وحن بدبادنين كوي تقوضا لغه ليه التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلوات ربي واسكت سلماتي عليه كون لغا هلي بان بدبادينينا كون تاديدي اي سغتغي اي قادن وادي مخو الى هيري ونذر الظالمين فيها جثية كو ظالمين تا وحان كغا تغينا ايغو ارمانو لويا او امدن يهم با كتغينا جهنم دخددا هلكا سدا كو ابا لوغا تغيا اذن تصالا يربان رنانا نسسينو adduunka intaynu ku noolnahay waa muddo aad u kooban dadku waa aragteen wax boqol gaar ah hadda waa ku yaryihiin lixdankaas rasuulku salawaatu rabbi wa askaa taslimaati alayhi xadiiska camaaru ummati maa bayna 60 wa 70 oo kama qaala alayhi salaatu wasalaam ummadayda cumrigeedu wuxuu u dhaxayaa 67 xasaadka ummaddu meesha lagu rifayaa ummaddu inta badan ay ku go'aysaa waxa weeyaan waa markay lixdanka meelaha soo gaaraan
رسولكنا صلوات ربي واسكى تسليماتي عليه يا سيد أبو بكر رضي الله عنه يا سيد عمر رضي الله عنه وحي كل انتين لحظة يا صدح سنة كل انتين إذن ما يشاء الله يسكو شفا وهلكا وضدك أكوك أيه انت بدن مركا هذا يبقى يريه انتك بقولك سنة قاري لحظة سنة أما تدبات سنة أما بقول سنة بك سوقات ومدى آدو ير آدو كوبان مدى ذا كوبان مركا أي نفيرينو الدون كوحي إنه كنا ورعان لحين سيدي إنه قرد قرنه آخرا إنه لا شيء دينا سيدي إنه كان ناي واحد قيمة إيسا لحدا كسنة أو بقول كسنة وقف كوهي ملينا يأينو كنا ورعاده قربو أودستا قاربو أقتا مريو أتبع ذا هنتبو ميرو دكتا وحسو دنبو لي ماذا انت قف كاسي بحو دون إياه انت نفتو كجي دو إنو سيوان أكسنة كنا ورعاده إذا نفتو انتهى كوجريسة وحي ربي كوجريسة آخرنا دي أبدن مركي هل كهلا تقو هدي النار لقلنا دي وولقيد ذاتك المؤمنين انت هذا ولقا سو صار يا إيمانك لا هدي جنة لقلنا وولقيد مركا إنا إنو لحدا سنة كلية كفكرنا أما تدبات سنة كلية كفكرنا كمانان سنة يقرون لن لأنان كفكرين arintii waa nasiib darro way waa wax lagu tilmaami karo inay aqal xumo tahay idan tamasuk bi kitab illahi baa leeyna kaga baahan yahay mowduuca waa dheereeyay intaas aan rabaa inaan ku soo khatimo ilahi kitabkiisa subhanahu wa ta'ala markay nu qabsano ay nu ku dhaqano waxaynu helayna wadiiqadi iyo wadadi aan adduunka ku noolaan lahayn qofkii ilahi subhanahu wa ta'ala kitabkiisa ku dhaga hayaato dabiiciga ay noolaanaya nolol wanaagsan ku noolaanaya adduunkii si wanaagsan buu noolaanayaa sharaf leh aakhiradii sanad si sharaf leh u noolaanaya sidaas ayaynu is amraynaa waxaynu isaga digaynaa dhaqamada xunxun ee shariicadeena khilaafsan ee layno soo minguuriyay ee aynu sharafta iyo quruxda iyo karaamada u aragno ee aakhirana dhibaatada inuu ku adduunkan aan wax qiimo ah inoo lahayn kuwaasna way isaga digaynaa ahsanallahu ilaykum ahsantum ahsanallahu ilaykum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh